اهلا بكم. كنتواجدوا في حي بني مارين فوزان. بني مارين كتعني مريمرين كما كيقولوا بالعاميه الوزنيه، كيفما هو معروف فوزان على هذا الحي العريق وحي قديم مريمرين. ارتاحوا، ما غنهضروش على المدينه العتيقه والمشاكل ديالها، هذاك موضوع غادي نجيو له من بعد. اليوم الموضوع هو عاجل، علاش؟ لان ذاك المشروع في النواحي ديال مريمرين، المشروع اللي غادي يحمي السكان من الفيضانات كيشكل عليهم خطر، والسكان كيتشكاو. اجيو معايا باش تفهموا اشنو واقع في هذا المشروع، عاوتاني كيف ما كل المشاريع ديال وزان اللي كلها متعطره من الدخله حتى الخرجه، سواء من الربعين ديال طريق الرباط ولا من الربعين ديال طريق فاس او الربعين ديال طريق الشاون. اجيو معايا. هذوك اللي كتشوفوا الفوق الجنانات ديال الزيتون ديال المريمرين. من هنا كملي كطيح الشتا كيهود الماء بجهد وكتكون الحمله كثيره على داك الشيء، على الجا هذا القادوس اللي غادي يحمي الساكنه من الفيضانات. هذا القادوس اللي كتشوفوه غادي عوج، علاش؟ الله اعلم. المفروض انها تكون دارت واحد الدراسه، وكيف ما كتعرفوا ان الدراسه كتاخذ فلوس كثيره باش دير دراسه ديال التربه ودراسه فين غادي يمشي هذا القادوس، الا انه الساكنه كتشكى من مجموعه ديال المشاكل. كانوا يهرسوا شي قادوس وعمر سدني بالماء، واللي وقع ان بدا التراب كيطيح. ملي كنقولوا بداو التراب كيطيح من الجنبات، هذا كيشكل خطر على السكان اللي كيدوزوا، ايضا على السكنيات، لان الحفير غادي يوصل تقريبا واحد 6 متر ديال الغرق كما كتشوفوا. غادي يجيو يهبطوا، وهما غادي كيهبطوا هما كيزيدوا يغرقوا، علاش؟ اللي غادي يلقاو الفوق شويه ديال العقبه باش يكون الميل ديال الماء، الامر اللي غادي يقدر يعرض هاد السكنيات هادو للتشققات والتصدعات. وكما كتشوفوا هنا انهيار ديال الاتربه بفعل الماء، وايضا بفعل الحفير اللي غريق شي شويه. الاشغال بهذه الطريقه كتقلق السكان، كتخلعهم على راسهم وعلى وليداتهم وايضا على الممتلكات ديالهم. وكيف ما شفتوا في التقرير، هذا المشروع اللي غيحمي الساكنه من الفيضانات كيشكل خطوره على السكان اللي غادي يدوز من حداهم هذاك القادوس. حنا ماشي مهندسين ديال البي تي بي، حنا ماشي بيرو ديتود، حنا ماشي لابوغاتوار ديال البيطون ولا ما نعرف، حنا مواطنين، وهاد المواطنين كيتشكاو وعندهم تخوفات. رجاء من المسؤولين انكم تجيو تزوروهم وشوفوا شنو هي الحاجيات ديالهم وشنو هي التخوفات ديالهم. دمتم باحسن حال والى اللقاء.